في مبادرة خيرية قدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد عبد الحكيم دحمون آلة طابعة بتقنية البراي من الجيل الخامس لفائدة مدرسة صغار المكفوفين بولاية خنشلة. الطابعة ستوفر الكثير من المصاريف عن المدرسة، وتعتبر الطابعة هي الحادية عشر التي وزعها النائب الممثل للخيريين من أبناء الجزائر في المهجر الذين يهدفون لبلوغ طابعة لكل ولاية. كما وعد أنه بمجرد فتح الحدود سيكون هنالك برنامج خاص لولاية خنشلة، بداية سيكون بقافلة طبية متكونة من 20 بروفيسور، بالإضافة إلى برمجة توأمات عديدة بين مختلف القطاعات. تم يعني تقديمها من قبل النائب المحترم لفائدة أطفال مدرسة الأطفال المعاقين بصريا خنشلة. هذا التجهيز يعني هو آخر طراز للآلات الطابعة، يستعمل بالورق العادي كما أسلفت. هو من كان من احتياجات المركز اللي راح يمكن الطاقم البيداغوجي في تجسيد البرنامج البيداغوجي. المساعدة اليوم موجود في ولاية خنشلة، الولاية المضيافة، الولاية المجاهدة. اليوم كان عندنا فرصة أن جبنا هذه الآلة الطباعة الخاصة بالمكفوفين براي، وهي آخر ما تحصلت عليه تكنولوجيا. احنا كان عندنا شرف كبير أن جبنا هذه الآلة لولاية خنشلة باش يستفاد منها، خاصة تستفاد بها المدرسة هذه، المدرسة هذه اللي راهي كانت خاصتها هذه الآلة. الحمد لله وفقنا ربي، الجالية الجزائريين يعني هما اللي يعني وفروا هذه الآلة، والله راح تكون مبادرات أخرى في مجالات أخرى إن شاء الله، لما لا تكون توأمة بين الجامعات ومستشفيات خاصة في هذه المدينة. وهذه ماهيش أول وآخر مبادرة راح تكون إن شاء الله من خلالكم. من خلال هذا المنبر أشكر كل الجالية الجزائرية اللي ساهمت من سواء من قريب أو من بعيد في توفير هذه الآلات، اللي هي عبارة ربما هي الآلة 11، يعني 11 ولاية لحد الآن. احنا إن شاء الله نيتنا وربي وإن شاء الله يوفقنا تكون 48 ولاية.